بسم الله الرحمن الرحيم. صلى الله عليك يا مولاي يا رسول الله، صلى الله عليك يا ابن رسول الله، يا عبرة المؤمنين، يا رحمة الله الواسعة، ويا باب نجاة الأمة. غريب يا مظلوم كربلاء، ما خاب سيدي من تمسك بكم، أمن من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم سيدي فنفوز فوزا عظيما. أحسين هذا أنت قد حققته، أحسين هذا أنت قد حققته، أشغلت فكر العالمين جميعا. أحسين هذا أنت قد حققته، أشغلت فكر العالمين جميعا. حقا تمور لك السماء تفجعا، استاهل أبا عبد الله، حقا تمور لك السماء تفجعا وتسيل من حدق النجوم دموعا، فتضج أملاك السماء لقتله. اليوم مات الأنبياء جميعا، أحسين هذا أنت قد حققته، أشغلت فكر العالمين جميعا. حقا تمور لك السماء تفجعا وتسيل من حدق النجوم دموعا، فتضج أملاك السماء لقتله. اليوم مات الأنبياء جميعا، اليوم حق محمد في آله، ما بين ناكثة العبود أضيعا. شلون شعر هذا؟ شلون كلام هذا؟ اليوم حق محمد في آله، ما بين ناكثة العبود أضيعا. اليوم قد قتلوا النبي وغادروا الإسلام، اليوم قد قتلوا النبي وغادروا الإسلام، يبكي ثاكلا مفجوعا. بعد شنو صار اليوم؟ اليوم من إسقاط فاطم محسنة سقط الحسين عن الجواد صريعا. بعد شنو صار اليوم؟ اليوم جردت الأعادي سيفها. شنو صار؟ فغدا به رأس الحسين قطيعا. اليوم جردت الأعادي سيفها، فغدا به رأس الحسين قطيعا. الليل يهيج الدلال بهموم، اش تريد تصير زينبكم المظلوم؟ الليلة ليلة زينب، بعد الليلة الليلة ليلة زينب بامتياز وبنات الرسالة، ما أعرف شنو من الليلة الليلة واقع. الليل يهيج الدلال بهموم، اش تريد تصير زينبكم المظلوم؟ قل منكم الناس تعلمت الغيرة بني هاشم، اي والله يل منكم الناس تعلمت الغيرة، تقلب بالهموم وحايرة حيرة.
شاف الجان عدها ومالها غيره، ويا محل القمر عباس ورسومه، لجنب لي لجانت احلى كل يا لغاب، وخلى زينب ظلت نحيبه، يا نجم لي زاهر حتى تشجيل، الله يساعدك زينب المهضومه. طالت على العقيلة الليل ساعاته، وقامت وحدة وحدة تنام نجماته، لجن شلون زينب لي الهتبات، آلام وحزن وجروح ملجومة، لجن شلون زينب لي الهتبات، آلام وحزن وجروح ملجومة، وظلت للفجر بتسيد الأملاك الليلة يعني، وظلت للفجر بتسيد الأملاك، يقلبها الحزن ما بين هذا وذاك، يا بذاك ما تنساك، يا عاشور ما تنساك، والله ما تنساك يا عاشور ما تنساك، تنسى الشم جسم مطروح بالحومة، تنسى الشم جسم، والله تنسى الشم جسم مطروح بالحومة بالحومة بالحومة. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أنا كان ببالي ليلة عاشوراء أطرح محاضرة وليلة 11 تكون بس مصيبة، ولكن من شفت دمعة الإخوة ليلة عاشوراء كانت حزن كان واضح عليهم، فغيرت رأيي يعني، خليت ليلة 11 نقول محاضرة وإن كانت مختصرة يعني، وليلة العاشر تكون كلها مصيبة وتعزية كما أراد الأحبة. احنا السنة، خلوني ألخص كل ما فات السنة، كان بحثنا هذا عنوانه، مشاركة سيد. طبعا محاضرة الليلة أحاول أربطها كلها بما جرى هذا اليوم، مشاركة سيد شباب أهل الجنان للقرآن، وقلنا هذا العنوان قرآني أو وارد في تراث المعصومين عليهم السلام، يعني مشاركة أهل البيت للقرآن، هذا العنوان وارد على ألسنة المعصومين وبينا كيف. بعدين قلنا أكو عناوين أخرى هم تدل على هذا المعنى، مو فقط هذا العنوان، مثل عنوان أن آل البيت عليهم السلام تراجمة وحي الله كما ورد في زيارة الجامعة الكبيرة لإمامنا الهادي عليه السلام. وقلنا أيضا أكو عنوان آخر وهو أحسنتم جزاكم الله خيرا، أن آل البيت عليهم السلام حملت كتاب الله، وتكلمنا في هذه العناوين الثلاثة بالليالي اللي راحت من قبل محرم بيوم إلى ليلة العاشر أو إلى ليلة التاسع، تكلمنا بذلك. طبعا هاي تقريبا أهم ما بيناه وانتهينا منه، الآن كنا ندخل مباشرة إلى صلب الموضوع. بعد هسه مشاركة الحسين بالقرآن والحضور القرآني في تراث كربلاء على مستوى الحسين، أقوال وأفعال على مستوى أهل بيته، على مستوى أصحابه، على مستوى نساء الركب الحسيني، على مستوى زيارات الحسين، هم بالحضور القرآني موجود حتى بزيارات الحسين عليه السلام. الخلاصة كربلاء كلها قرآنية بكل مفاصلها، كربلاء قرآنية، كربلاء بكل حيثياتها قرآنية، وهذا ما سأثبته إن شاء الله تعالى وإحنا ماشيين بالبحث طبعا إلى آخر شهر محرم، بل إلى 7 صفر ماشيين بالبحث، وهذا كله سأبينه للأحبة إذا يحبون يتابعون على الفضائيات لنكمل مجلسنا هنا. المقصود بقى عندي شيء ما كملته من هاي المقدمة وأنتهي منها الليلة، أنتهي منها إن شاء الله، بقى شيء ما بينت إذا الأحبة يتذكرون، ما كملته، مو ما بينته، ما كملته، وهو كلام أمير المؤمنين بنهج البلاغة في أحسن الخلق وفي أسوأ الخلق. وبما أنه اليوم يوم عاشوراء ليلة 11 محرم،
أصلا معركة اليوم هي معركة أحسن الخلق وأسوأ الخلق، ما أدري صحيح ولا. اليوم المعركة اللي احتدمت وانتهت بقتل سيد شباب أهل الجنة هي معركة بين أحسن خلق الله وبين أسوأ خلق الله. فما أدري، أشوف خطبة أمير المؤمنين هاي إذا نسولف بيها أنا وياك بالصميم الليلة، بالصميم، لأن يعني هي المعركة تترجم خطبة علي بن أبي طالب بين أحسن الخلق وأسوأ الخلق في الواقع. فحبيت أكمل الكلام بهاي الخطبة، مو كل كلام مولى الموحدين بنهج البلاغة، وإنما أختار بعضه بأحسن الخلق وأختار البعض الآخر بأسوأ الخلق، وأنزل هاي المفاهيم على كربلاء بجانبها الإيجابي والجانب السلبي المتمثل بشيعة آل أبي سفيان، والجانب الإيجابي المتمثل بسيد شباب أهل الجنة ومن معه من أهل بيت وأصحاب. الفكرة هسه صارت واضحة يا ولا؟ أكو مفاهيم الآن يبينها علي بن أبي طالب، إحنا راح ننزلها على المعسكرين، معسكر الجنة ومعسكر النار، معسكر الهدى ومعسكر الضلالة، معسكر الإيمان ومعسكر الكفر، معسكر الخير ومعسكر الشر، معسكر الحق ومعسكر الباطل، معسكر خير ما خلق الله ومعسكر شر ما خلق الله وأسوأ ما خلق الله. معركة اليوم صارت عظيمة في تاريخ البشرية بين الخير والشر. فما أدري، أشوف هاي الخطبة اللي بقت وما كملنا الكلام فيها الليلة محلها حقيقة، أخذ مقدار من الوقت للمحاضرة ومن ثم نروح أنا وياكم إلى المصيبة هاي الليلة. والليلة يعني المصيبة حافلة بالمعلومات، ليلة 11 محرم هواي عندنا حج الليلة، هواي عندنا مصائب صارت الليلة أحب أطرحها عليكم إن شاء الله تعالى. هو خلوني أكمل اللي ما قلته بخطبة الإمام علي عليه السلام. ما أدري بالبداية أذكركم باللي مر بسرعة، يقول علي في خطبة 87 بنهج البلاغة في صفات من يحبه الله تعالى، الشريف الرضي هيك معنون الخطبة، عباد الله، إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه. هاي سولفنا بيها يوم ما سولفنا، سولفنا بيها. أسألكم بالله، عبد أعانه الله على نفسه من أجل مصاديقها بكربلاء، منو أعانه الله؟ الحر جزاكم الله خيرا، جزاكم الله خيرا، باعتبار بمعركة كربلاء، يعني اليوم، اليوم، اليوم الحر قال إني أخير نفسي بين الجنة والنار، فترك النفس الأمارة واتجه باتجاه النفس المطمئنة الراضية المرضية بما أنها مع الحسين عليه السلام، وأحب الله من أحب حسينا. الإمام علي يقول هذا أحسن الخلق اللي الله يعينه على نفسه، بل كل أصحاب الحسين يشملهم هذا الكلام، يعني الإنسان يحب يعيش لو ما يحب يعيش، يحب يعيش، يحب يكون عنده أموال وما يتركها، يحب أولاده، يحب زوجته، يحب يحب، هذا ضمن الحدود ما بي مشكلة، ولكن تركوا كل ذلك من أجل الحسين عليه السلام، من أجل الحسين. التاريخ يقول واحد من أصحاب الحسين كان برمق اليوم، يعني هو وقع على الرمضاء والجماعة صوروا أنه شنو مات انقتل، ولكن هو كان برمق من الحياة. لما علم بأنه الجماعة هجموا على الحسين ويضربون الحسين يقتلون الحسين اليوم، وهو كان على الرمضاء أخذ سكين بصفه وقام قاتله، وكان مجروح ما كان يقدر يقوم على قدميه، ولكن باللي يستطيع ليه سواه فقتلوه. هكذا ينقل التاريخ. يقول إن من أحب عباد الله إليه عبدا أعانه الله على نفسه فاستشعر الحزن، سولفنا، وتجلبب الخوف، سولفنا، بعد فزهر مصباح الهدى في قلبه، يعبر أمير المؤمنين، فزهر شنو؟ مصباح الهدى في قلبه. أسألكم بالله،
أصحاب الحسين يا مصباح زهر في قلوبهم. مو ليش أقول هاي الخطبة الليلة محلها؟ يا مصباح زهر في قلوب أصحاب الحسين، مصباح الهدى. من هو مصباح الهدى؟ هاي أكو اثنان يختلفان على ذلك في كتبنا وفي كتب غيرنا. النبي لما عرج به إلى السماء شاف مكتوب على ساق العرش. هذا بعد بنقاش هذا الكلام، هذا حتى في مصادر غيرنا موجود. شاف مكتوب على ساق العرش النبي صلى الله عليه وسلم. وأنا دوم أقول هذا العرش إلى قصة مع أهل البيت، في تراثنا الديني إلى قصة مع أهل البيت. يعني مثلا على سبيل المثال في زيارة الجامعة، خلقكم الله أنوارا فجعلكم بعرشه محدقين حتى من عين، فجعلكم بعرشه. الزهراء خلقت قبل خلق الخلق بالرواية تحت ساق العرش وحقم كذا العرش مثلا. النبي شاف مكتوب على ساق العرش إن الحسين مصباح هدى وسفينة نجاة. أقول هذا العرش إلى قصة مع أهل البيت عليهم السلام. أشهد أن دمك سكن في الخلد، كملوا، واقشعرت له أظلة العرش. شوف أسائل لحد الآن كم نص مرتبط بأهل البيت والعرش لحد الآن، وغير ذلك من نصوص كثيرة عندنا. أصلاً روايات أئمتنا في قوله تعالى يحملون العرش قالوا أربعة من الأولين وأربعة من الآخرين، والأربعة من الآخرين مرتبطين بالنبي وآل عليهم السلام. يحملون العرش في قوله تعالى يحملون العرش، شوفوا الروايات الشريفة في برهان سيد هاشم البحراني وغيره هم مرتبطة بأهل البيت وحمل العرش. يعني مو في نص ولا في نصين ولا بثلاث نصوص ولا بأربعة ولا بخمسة، العرش إلى قصة مع آل البيت عليهم السلام، إلى قصة العرش مع آل البيت. هسه العرش علم الله، العرش القدرة، العرش العلم، هذا بحث مفصل إلى وقته. العرش هو شنو بعد؟ احنا ايش مدرينا شنو، انا وياك ايش مدرينا شنو، هاي بعد كون نرجع للقرآن واهل البيت يقولوا لنا شنو، وإلا احنا عقولنا ما تقدر تصل الى هذا المعنى. هاي معاني مرتبطة بالأئمة عليهم السلام، هم يبينون لنا شنو معنى العرش، شنو معنى الكرسي، شنو معنى. الأحبة عافوني لو وياي، انا ترى ادري متعبين انتم الليلة كل الزين من البارحة لليوم، مجالس ومواكب وزيارة الحسين ومصرع ادري متعبين كل الزين، بس تعبكم خوم اكثر من تعب بنات رسول الله. يعني اصلا ماكو مقارنة بين تعبنا وتعب بنات الرسالة الليلة، ماكو مقارنة، لا وجه للمقارنة اصلا. هسه نجي للمصيبة، المهم خلي اكمل كم كلمة. يقول الإمام عليه السلام بأحسن الناس: فزهر مصباح الهدى في قلبه مثل وهب. زهر بقلبه مصباح الهدى ولا زهر؟ زهير بن القين زهر مصباح الهدى في قلبه، الحر زهر مصباح، بل كل أصحاب الحسين زهر مصباح الهدى في قلوبهم. لما مصباح الهدى زهر بعد أكو ظلمة في قلوبهم؟ ماكو ظلمة. فلما ماكو ظلمة الحقائق شافوها يوم ما شافوها، شافوها، بحيث ورد في الأثر أنه بعضهم كان يتمازح ليلة عاشورة، يقولوا لما حل مزاح الليلة يقولهم ما بيننا وبين لقاء الحور إلا هذه الساعات، ما بيننا وبين الدخول للجنة إلا هالساعات. هذا كلامهم يدل على شنو؟ أنه شافوا الحقيقة بعد. زهر مصباح الهدى في قلوبهم، فالحق أمامهم كان واضح. ولهذا قالوا للحسين لو قتلنا ثم 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 ما تركناك فرصة. هاي أبا عبد الله، أنا قاري في كتب التاريخ أنه واحد منهم الحسين لما إجا الكربلاء، في بعض الكتب قاري حتى أكون دقيق جدا على المنبر، في بعض المصادر قاري أنه الحسين لما وصل إلى كربلاء شاف فد واحد أصلا هناك خال لخيمة وقاعد، شنو أنت؟ قال أنا أنتظر مجيء الحسين، عندي معلومات كاملة
عن مجيء الحسين إلى هذا المكان، والمكان مشخص عندي، أنا سكنت هذا المكان حتى الفرصة لا تفوتني، لأن إذا ما أسكنه خاف الحسين يأتي وأنا ما موجود وما أدري، ما يصل لي خبر عن أنه الحسين توجه إلى كربلاء والفرصة تفوتني، فأنا سكنت المكان. مثل هؤلاء زهر مصباح الهدى في قلوبهم يوم ما زهر، ها زهر مصباح الهدى، ذولا أحسن الناس، أحسن الناس قال عنهم الحسين لا أعلم أصحابا أبر وأوفى من أصحابي ولا أهل بيت. الليلة المعركة أو اليوم المعركة بين هؤلاء وأسوأ الخلق اللي راح أجيهم. هاي الخطبة هواي مهمة بنهج البلاغة، وكل ما في نهج البلاغة مهم. يقول علي عليه السلام: فزهر مصباح الهدى في قلبه وأعد القرى ليومه النازل به. شنو يعني أعد القرى؟ يعني هيئ الزاد، النفس والضيوف. مو تزودوا فإن خير الزاد شنو؟ تقوى. هم هيئوا الزاد، مهيئين الزاد، هم أحسن الخلق، زادهم مهيئين، دار الآخرة مالتهم معمريها، بيوتهم جاهزة للانتقال إلها، ما ينتقلون من عمران إلى خراب كغيرهم من أبناء الدنيا، بل ينتقلون حقيقة المؤمن معمر دنيا وآخرة. المؤمن ترى المؤمن محصل على سعادة الدارين، صدقوني المؤمن حياته في الدنيا طيبة، حتى لو كان بها ضيق، حتى لو كان بها ابتلاء، حتى لو كان بها ألم، بس هي بما أنها لله طيبة. فالمؤمن في الحقيقة ينتقل من حياة طيبة إلى حياة طيبة، صدقوني إخواني. فالإمام علي يقول أحسن الخلق مهيئين الزاد ومهيئين الدار الآخرة ومهيئين كل شيء مهيئين. بعد شو يقول الإمام علي عن أحسن الخلق؟ يقول: نظر فأبصر. أحسن الخلق شنو؟ ها؟ نظر فأبصر. أحسن الخلق ما مشمول بقوله تعالى: ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. لا، أحسن الخلق من يشوف يرتب على نظر أثر. ما أعظمك يا أبا الحسن. يا إخوان أرجوكم باوعولي، أرجوكم، قتلة الحسين كانوا ينظرون للحسين لو ما ينظرون بعيونهم، بأبصارهم، نظرهم فادهم يوم فادهم، ما فادهم. الإمام علي يقول أحسن الخلق نظر فشنو؟ فأبصر. أحسن الخلق من يشوف يرتب على رؤيته شنو؟ أثرا، بالجانب الإيجابي طبعا يرتب أثر. هاي هواي كلمة مهمة، هاي نظر فأبصر هواي كلمة مهمة. المؤمن بصيرته تشوف ويرتب أثر، المؤمن حتى بصره، مو بس بصيرته، حتى بصره من يشوف بصر ينبه من نومة الغافلين. خلي أقولكم هنا شيء، عفتوني ولا ما راح أطول هواي، ترى أنا عيني عسى عرض، خلي حصة للرثاء جيدة، أدري بيكم هواي باكين هاي عشرة محرم، خصوصا اليوم مقتل الحسين أنتوا سامعي، والبارحة بكيتوا قبلها وقبلها، أدري بيكم متعبين، أدري بيكم نومكم قليل اليوم، كل شيء أدري، بس الليلة هم نريد نبكي على زينب. كل ليلة بكينا على أكبر، بكينا على القاسم العباس، الليلة الدمعة زينب، أي الليلة زينب، الليلة المصيبة مصيبة زينب وبنات الرسالة الوحش الليلة. ما أعرف، خلي أقول كم كلمة وأرجع للمصيبة وأقرأ مصيبة براحتي الليلة إن شاء الله تعالى، ونبكي أنا وياكم. وشكرا على هذا حضوركم الكبير اللي ما تأثر، الله يعزكم ويديمكم إن شاء الله تعالى، وإحنا مستمرون معكم إلى ليلة 13، يعني ليلة الدفنة إن شاء الله تعالى، هم
بخدمتكم، أتشرف بخدمتكم. هاي نظر فأبصر هواي مهمة، هاي كلمة علي بن أبي طالب في أحسن الخلق، نظر فأبصر. وهب النصراني نظر فأبصر، الحر نظر فأبصر، زهير بن القين على القول أنه كان عثماني الهوى على من يقول بذلك، نظر فأبصر. وغيرهم، الغلام التركي نظر فأبصر، جون نظر فأبصر، ذولا أحسن الخلق نظر فأبصر. هاي هواي كلمة مهمة، نظر فأبصر. قتلت الحسين 70,000 يو 30,000 نظروا للحسين بس ما أبصروا، ما أبصروا. أما المؤمن نظر ينتشل من الغفلة إذا كان غافلا طبعا، ويخليه يكون يقظ، وهاي مسألة مهمة يكون يقظ. نظر فأبصر المؤمن، أحسن الخلق، أحب الخلق إلى الله. إخواني شوفوا، أقول لكم حكاية، وإحنا بأحسن الخلق ومعركتنا اليوم معركة أحسن الخلق مع أسوأ الخلق، تكامل الإنسان بأمور منها أو أهمها، أهمها العامل الأول، خلي يمك العلم والمعرفة أو العلم والعمل، خلي أعبر بتعبير أدق، العلم والشنو والعمل. شوفوا، والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا، طبعا الإيمان يجي من معرفة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. شوفوا تكامل الإنسان، وهنزول بأحسن الخلق، يحتاج إلى معرفة تولد إيمان، ويحتاج إلى عمل صالح، إقدام على العمل الصالح، إقدام على العمل الصالح. ذاك اللي قال للحسين أنا إذا نصرت ما تنفعك أتركك، كان عنده إقدام على العمل الصالح يوم ما عنده، ما عنده. هذا اللي قال للحسين أنطيك سيفي وجوادي بس نفسي لا، إقدام على العمل الصالح عنده يوم ما عنده، ما عنده. ولهذا ما قدر يصل إلى ما وصل إليه اللي عندهم الإيمان والإقدام على العمل الصالح مثل أصحاب الحسين. هاي مسألة مهمة، خلوها ببالكم. إنسان يكون عنده إيمان معرفة وعنده إقدام على العمل، إقدام على العمل، وإلا إذا ما عنده ذلك ما راح ينجح في حياته. شوفوا، إذا سائق يسوق سيارة، مثال أوضح به الفكرة، سائق يسوق سيارة والضوء مال السيارة يأمن له 5 متر أمامه، فهو شنو يقول؟ يقول يا با أنا هاي 5 متر ما أقدر، ما تأمن لي سلامتي بشكل كامل، أنا أنتظر الضياء مال السيارة يأمن لي 10 متر يا الله أقدر أمشي. هذا يقدر يمشي؟ يقولوا له يابا انت الان امشي بحذر على ما ترتب وضعك، اذا تبقى هالشكل ما راح توصل، كون يصير عندك اقدام على المشي والمسير. يا ايها الانسان انك كادح الى ربك كدحا فلا تتوقف، ولا تظل تنتظر هذا وذاك وما يصير كذا، عمري لما خلي يكبر هاي البنيه من حتجبها الى ان يصير عمرها، لا لا هذا امشي امشي. إذا تبقى بهاي التبريرات وما أعرف إيش ما راح تصل. إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر على الحق، يعني لأن الحق ثقيل، إن أمرنا صعب مستصعب يحتاج صبر. أول عامل من عوامل التكامل الإنساني هو المعرفة من جهة، والإقدام على العمل الصالح من جهة أخرى. وهذا توفر اليوم بأصحاب الحسين، أهل بيت الحسين يوم ما توفر، توفر إيمان إيمان، وإقدام على العمل إقدام على العمل. ما قالوا له أبا عبد الله إحنا 70 ذولا 30,000 يو 70,000 وين نقدر أبا عبد الله شنو كذا، هاي التبريرات كلها شنو ما اشتغلوا بيها.
سمعا وطاعة أبا عبد الله، وإن نقدر نسويه نسويه، وسوى وجزاهم الله ألف خير وما قصروا. والحسين اختصر لهم المسافات، يا أنصار الله، يا أنصار رسول الله، يا أنصار فاطمة الزهراء، يا أنصار أمير المؤمنين، يا أنصار الحسن، يا أنصار الحسين. شوف الحسين شو اختصر لهم شو اختصر لهم المسافات. من يحصل هيك مقام؟ أنصار الله وأنصار النبي وأنصار الإمام علي وأنصار فاطمة وأنصار الحسن وأنصار الحسين. هاي تقروها بزيارتهم يوم ما تقروها. معرفة كان عندهم، علم كان عندهم، إيمان كان عندهم، عمل صالح كان عندهم، ما توقفوا، تركوا التبريرات، ماكو شيء أخرهم عن الالتحاق بالحق، وصلوا إلى كل ذلك. هذا قدوة إن يوم مو قدوة، جاوبوني شو تشوفون قدوة. هاي احنا هم قاعد نمشي إن شاء الله تعالى طريق الحق، طريق القرآن وأهل البيت، المفروض ما نتوقف، ما نتوقف. وكل ما تصير مطبات في طريقنا، عراقيل في طريقنا، ما تأخرنا ولا تخلينا نخلق تبريرات ونتأخر، بل نمشي ونخليها ورانا ونأدي ما علينا. هذا كلام مهم أقول لشبابنا ولأحبابنا. هذا العامل الأول للتكامل في ثقافتنا الدينية. أما العامل الثاني إذا تلتفتوا لي وتنتبهوا لي، يعني هذا الكلام شنو جبته؟ ذكرني بي قول الإمام علي أنه أحسن الخلق شنو؟ نظرة فأبصر. بس تقول لي وين؟ أقول حسن انتظر خدم، انتظرني شوي. الأمر الثاني أو العامل الثاني اللي يحتاج الإنسان لتكامله، لتكامله الإنسان يحتاج القدرة البدنية والفكرية والنفسية. على إكمال المشوار الذي بدأ فيه. هذا العامل يعبر عنه القرآن الكريم، إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا، ثم شنو؟ استقاموا. الاستقامة تحتاج هاي القدرات اللي بينتها قبل قليل الثلاثة، كل شيء بمكانه. وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا. ليش ما وهنوا؟ ليش ما ضعفوا؟ ليش ما استكانوا؟ لأن هاي القدرات كانت موجودة شنو؟ عندهم. البينتها الآن بخدمتكم لتشكل عامل ثاني للتكامل الإنساني. شوفوا الكلام إيش قد مهم اللي قاعد أقوله. مو إحنا نريد نمشي بطريق أنصار الحسين، الخلى أنصار الحسين ينجحون هاي العوامل. فإحنا إذا نمشي بطريقهم كون هاي العوامل نلتفت لها حتى نصل إن شاء الله تعالى إلى بر الأمان. كلام مهم. أسألكم بالله، هاي وكأي من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابه، بس الكلمة نبي مثلا. حس الحسين من رسول الله ورسول الله من الحسين. القاتلوا مع الحسين عليه السلام اليوم هاي فما وهنوا لما أصابهم ما ضعفوا ما استكانوا تنطبق عليهم بأعلى المصاديق يوم تنطبق، ها؟ تنطبق بأعلى المصاديق، انطبقت عليهم بأعلى المصاديق وبأكمل المصاديق. ولهذا قال الحسين لأعلم أصحابا ما وهنوا ما وهنوا، ما ضعفوا ما ضعفوا، ما استكانوا ما استكانوا، بل كانوا أقوياء أشداء على الكفار رحماء بينهم، كما قال تعالى عن أحسن خلقه أنهم أشداء على الكفار رحماء بينهم. هاي الآية القرآنية اليوم شفناها في معسكر الحسين عليه السلام. وكأي من نبي قاتل معه ربيون، القاتلوا مع الحسين ربيون، ما وهنوا ما ضعفوا ما استكانوا، مع أنهم أصيبوا وقتلوا وأبيدوا، بس ذن ثلاثة المصار عندهم. ما وعلي إن الذين قاتلوا ما استقاموا استقاموا، يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت، الله ثبتهم على محبة الحسين عليه السلام. بعد شنو آيات عدك جيبني؟ من المؤمنين رجال صدقوا ما أعلى مصادقها تنطبق الكربلاء ولا، جاوبني خصوصا وأن الحسين هاي الآية كم مرة كررها، هاي الآية كم مرة كررها.
كان كل ما ينقتل واحد من أصحاب الحسين شنو يقول هاي الآية، فمنهم من قضى نحبه ومنهم. بل أكثر من هذا، كتب التاريخ تقول كان يا هو اللي يستأذن الحسين للقتال. الحسين يقرأ من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم، وما بدلوا ما وهنوا ما ضعفوا ما استكانوا في آية. وهنا شنو؟ ما بدلوا في آية. شوف هاي حيثيات أربعة، تردون توصلون البر الأمان، هاي خلطة النجاح والسعادة والفوز. ذن قاعد أعطيكم إياه بدقائق معدودة، طبعاً مو أعطيكم يعني متكلم ومتكلم علم فهم ومتكلم، يعني القرآن وأهل البيت، هذا قصدي. أوصل هاي المعلومات لأحبتي أخليها أمام عيني أنا إن شاء الله قبلكم، المفترض هكذا يعني، المفترض أن أنا أستفيد منها قبلكم. أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم؟ هذا السر، هذا تردون سر نجاح، هذا هاي العوامل سر النجاح. معرفة وعمل واحد، عامل ثاني شنو قلنا؟ القدرة العقلية تفعيلها، النفسية البدنية في سبيل الله تعالى. هسه قضاء حوائج المؤمنين، خدمة الدين، مش مدري وهاي أمامكم أصحاب الحسين، هاي سر عظمتهم. هذا هاي هم العامل الثاني. طبعا هسه غير كربلاء، آسيا بنت مزاحم فعلت هاي الأمور وما فعلت، ها فعلت الإمرأة ضعيفة يقولوا، لا مو ضعيفة، آسيا بنت مزاحم زوجة فرعون، وفرعون ما قدر يأثر عليها وبقت على الحق. ليش ضعيف؟ هاي أمام فعلت القدرة العقلية عندها، النفسية عندها، وحتى البدنية عندها، وواجهت أكبر طاغوت واستشهدت بسبب ذلك، والله ضربها مثلا للذين آمنوا. قوة السيدة زينب شنو؟ قوة السيدة زينب مسبية أمام مرجانة تقول له ثكلتك أمك يا ابن مرجانة، مسبية ومكتفة أمام يزيد تقول لك تكيدك ناصب جهدك اسعى سعيك، فوالله لا تمحو ذكرنا ولا تميت وحينا ولا تدرك أمدنا، وهل جمعك إلا بدد أيامك إلا، تقول له يوم ينادي المنادي ألا لعنة الله على الظالمين. هاي شنو من قوة؟ هاي شنو من قدرات عند السيدة زينب عليه السلام؟ أقول دول أحسن الخلق، نظر فأبصر، وبقية الصفات يعبر عنها أمير المؤمنين موجودة في كربلاء بجانبها الإيجابي. هسه تقول لي لا مو انت قلت نظر فأبصر، اقولها ها العامل الثالث لوصول الانسان لكماله المطلوب له اللي خلقه الله لاجله، هو اليقظة والحذر. العامل الثالث صار كم عامل لحد الان؟ ثلاث عوامل خو ما ننساهن. ان يكون الانسان متيقظا حذرا واعيا، ما تنطلع لي الفتن والشبهات، ما ينضحك علي بسهولة. هاي أن يكون حذرا يقظا واعيا، ينطبق عليها كلام علي بن أبي طالب في أحسن الخلق، نظر فأبصر. لو ما ينطبق شو ما تجاوبني، نظر فأبصر، لما أبصر يعني يقظ، يومو يقظ 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 وغافل، نظر فأبصر يقظ مو غافل، يقظ حذر مو بسهولة تنطلع عليه كل شيء. المؤمن كيس، المؤمن فطن، المؤمن ذكي، المؤمن ما يصير جسر هذا المشروع وذاك المشروع وهاي الأجندة وذيك الأجندة، غلط. مؤمن واعي،
نظر فأبصر. هذا لما أبصر بعد يقدروني ضحكون عليه؟ ها؟ ما يقدرون يضحكون عليه. أما ذول النايمين اللي حظ ما بيهم لأن عوامل التكامل الإنساني ما بيهم، قالوا لهم الحسين خارج صدقه وخارج، الحسين خرج على مود ما أعرف شنو سلطة وما أعرف إيش صدقه وش يقولوا لهم، كل مشروع يمشي بروسهم لا علم لا فهم. أنا جبت هاي عوامل التكامل الإنساني هاي بالثالث، العامل الثالث مرتبط الكلام على ابن أبي طالب، نظر فأبصر، هاي هواي كلمة مهمة. عمار بن ياسر يقول العلي بن أبي طالب هاي نظر فأبصر، ذولا أحسن الخلق. يقول العلي بن أبي طالب لو ضربونا جيش معاوية، لو ضربونا حتى أوصلونا إلى سعفات هجر، لعلمت أننا على الحق وأنهم على الباطل. هذا نظر فأبصر يوم مو نظر فأبصر، لأن الجماعة طلعوا فتنة أنه علي بن أبي طالب قاعد يقاتل المسلمين، وهذا شلون، وهذا يشهد شهادتين وذاك يشهد، فالبعض صار أكو عنده ضبابية، يوم ما صار عنده ضبابية صار عنده. هذا لم يبصر، هذا إيمانه مو قوي، معرفته مو قوية، بقية عوامل التكامل ما موجودة عنده، يقضى ما عنده، مو واعي هذا. أما مثل عمار قال لو ضربونا حتى أوصلونا سعفات هجر لعلمت أننا على الحق وأنهم على الباطل. الحقيقة واضحة أمام عمار يوم مو واضحة؟ واضحة. أبو اليقظان واضح، أبصر أبو اليقظان، أبصر نظر فأبصر. المؤمن هالشكل كون يصير، هذا كلام مهم أقوله، المؤمن هالشكل كون يصير. هاي بعد علي بن أبي طالب يقول أحسن الخلق ذولا، مؤمن غافل، مؤمن مطفي، مؤمن كل شيء يمشي على ظهر، هذا شنو من مؤمن هذا؟ شنو من مؤمن هذا؟ وللكلام تتمه في الليلة الآتية، أسولف براحتي بعد الآن، أريد أخلي حصة للرثاء، خو ما ضوجتكم الليلة، يعني حاولت أخلي المحاضرة مرتبطة بالمناسبة ونستفيد منها، ما نطلع بلا فائدة. يكفي هاي العوامل الثلاثة الآن سمعناها، وبحد ذاتها أنا بنظري كافي تنبهني وتنبه أخوتي الشباب الأطياب، الله يحفظهم ويعزهم ويديمهم إن شاء الله تعالى. مجلسنا بأهل فضل، بأهل علم، بعمائم طيبة زكية، أتجاسر بحضورها، حضوركم أيضا، وجوهكم الكريمة، الله لا يحرمنا من وجوهكم جاه محمد وآله الطاهرين، ويديم مجالسنا وخدمتنا لسيد الشهداء. انتوا الليلة ظهرية شوية استراحيتوا؟ لا ظهرية وصح تعبانين أدري، البارحة احنا جماعتنا يسموها حجة ليلة العاشر، ما ينامون عادة، يعني عادة ما ينامون ليلة العاشر، والصبح سمعوا المقتل وبكى وشفتوا ركضة طويريج، ولعل بعضكم شارك فيها ما أدري، ومواكب وكذا، ويوم عاشر بعد شو يصير حال المؤمن بيوم العاشر، شنو حال المؤمن يعني يوم العاشر. المهم ومع ذلك أنا أتصور يعني أكثر المؤمنين رجعوا لبيوتهم الظهرية، كل واحد أخذ لفد نص ساعة كسرت نومك شوي ارتاح وإجد المجلس، أنا حسب علمي يعني هالشكل أكثر المؤمنين هالشكل، لابد شوي ارتاح. أسألكم بالله بنات محمد شنو حالهن الليلة؟ يعني الحسين آخر العصر انقتل سيد الشهداء عليه السلام، زين العلويات حلقة وخيام من ماكو خيام، زين العابدين علي المريض، السيدة زينب عليه السلام، الحسين قال هذول الأيتام برقبتك شنو يصير بيهم برقبتك، أنت مسؤولة عنهم واحد واحد، بنياتي وإلادي أنت مسؤولة عنهم، هاي الأطفال أنت مسؤولة عنهم، النسوان أنت مسؤولة عنهم، أنت الكبيرة بعد، وهاي الحمل كله كون الشيلي من بعد يا زينب، كله كون الشيلي. أسألك بالله هاي يعني هي البارحة قدرت تنام زينب ليلة الوداع؟ قدرت تنام؟ أكلة وشربة ما أعرف شنو حال هنا العلويات، والله العظيم يعني لو تفكر ما أدري شنو، ما أعرف. الحسين مقتول، بني هاشم مقتولين، الأصحاب مقتولين، الخيام محترقة،
نوم ماكو، أكل ماكو، شرب ماكو، رعب، خوف، خيول، داير ما دايرهم، ما أدري يعني. فكر لي بالله بالمنظر، فكر لي اليوم هاي التشابيه أنا أتابعها، كنت على أتابع التشابيه شلون وكذا، شفت الخيام نحترقت، صدق الزلم شردت، من صدق شردت، يعني مو يمثلون، النار تخوف الزلم، النسوان، الأطفال شردوا من الخيام بشكل مرعب مخيف، هذا مع أنه تمثيل، هم متحضرين يعني لل... أدري هاي النسوان من حرقة وعليهن الخيام. زينب جت زين العابدين قالت لي عم هذا الخيام حرقة شنو نسوي؟ قال يا عم عليكن بالفرار بعض الأطفال فروا وداستهم الخيول بعدين زينب جمعت ما تبقى الليلة، جمعت ما تبقى سيدة زينب عليه السلام، وقالت لهن علويات ارحمني أنا ترى تعبانة، أبقى المجتمعات بهذا المكان حتى أسيطر عليها. عدتهن السيدة زينب، شافت السيدة سكينة وسكينة ما هي ما موجودة، لما عدت النسوان ما هي سكينة، يا با وين سكينة ما ندري. طلعت زينب الليلة، الليلة أنا جياتك تعثر بالمجاتي، والله يقولون عثرت بواحد، عثرت بيه لما شافت وجهها وليدها زينب، وليد قالت لا أنا ما جاي عليك، عثرت الثاني بليدها وليدها قالت ما جاي عليك أنا رايح على الحسين، جيتك تعذر بالمجاتي لو تميل الرزايا منين مامي يا خويا مامي التراني الدهنت من شلشل. وصلت للحسين سمع الصوت يا والدي والله ضيمة أنا صير من والناح من بعدك لجيم أثار الأبو يا ناس خيمة يفي على بناته وحريمة. وين عمّة ليش طالعة أنا مو قلت لكم تعبانة رحموني الليلة وين رايحة؟ قالت لها عمّة جيت أشوف أبويا على الرمضان أشوفه. رجعتها، من رجعتها قالوا لها النسوان سيدتي زينب نعم، قالوا لها هاي الرباب شايطة شايطة نحكي وياها ما تسمعنا، ما تسمع اصلا ما تسمعنا مو يمنا، كل ما ردنا نلزمها ما قدرنا، قالت اريد اروح ارضع ابني انا اشوف ابني، وطلعت ما ندري وين راحت بهالليل هذا ما نعرف. زينب خلت سكينه ورجعت مره ثانيه، اقتربت من الحسين سمعت صوت يم الحسين هاي منو الرباب؟ نعم الرباب. ايش عندك جاي لهنا الرباب؟ انا جيت ارضع ابني الماء شرب ما. ما ادري واحد شلون عنده قلب هيك يقرا وهيك يحكي والله العظيم ما اعرف. انا جيت ارضع ابني الماء شرب ما يدرني يا ثار عند حرمله ويا يا ثار عند حرمله ويا. رجعتها زينب عليه السلام، يقولون لما رجعتها شافت أم كلثوم ماشية بواد منحدر. أم كلثوم قالت لها أم كلثوم نعم أنت وين ماشية؟ قالت لها أنا ماشية العباس قلها يا بنا ماشية العباس قلها نومك يا أخويا مو محل يا بمو محلة ترضى يسلم لغوالة. رجعي رجعتها زينب شافت بهالطريقة هذه ما راح تسيطر على النساء والأطفال، فش قلت الأم كلثوم؟ قلت لها أخي أم كلثوم في كل ليلة كان لنا فارس يحرسنا هذه الليلة نام على العنقب وتركنا، أريد شتي توقفين بجانب وأني أوقف بجانب، وإذا شفت شيء مقبل علينا قل لي لأيتها السواد سيري وشمري عنا نحن بنات أمير المؤمنين ما بقي لنا شيء ليطمع به الطامع.
إن أردت سلبنا فنحن مسلبات، ترويعنا فنحن مروعات، إيش باقي بينا إحنا؟ بنات رسول الله وما خلوا علينا شيء. المهم أم كلثوم وقفت بجانب المدينة على ذاك الصوب، بين أخرى وبين فينة وأخرى تنخب أمها فاطمة الزهراء. يا حسن يا أمي دقوم السريع، هتش تقول يا بن سريع سريع سريع، لا يضمك عني تراب البقيع. وين ترديم؟ يا بن بقيع قوم خلي نشوف عبد الله الرضيع. هاي أم كلثوم شو تقول؟ يا محسن يا أمي دقوم مسرعة، قوم خلي نروح يم المشرعة. ليش ما تقرون وياي؟ يا بالمشرعة نشوف أبو فاضل جفوفه. الله 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 الله، يا باب الحوائج يا قمر العشيرة، نشوف أبو فاضل جفوفه مقطعة. هاي أم كلثوم. أما زينب وقفت بجانب الغري بين ساعة وأخرى تصيح أبا الغوث أغثنا عليه، بويا علينا جلجل اللي لو هاجت علينا الزلم والخير، بويا عباس والأكبر مجاتي والحسين بيمثلوا وسجادنا مطروح ونحيي اليبوي الصبحنا والحادشي. دقل لي شا سوي لهالمدالي، تصيح بويا علي يا حاضر الشدة يا حلال المشاكل يا حامي الدخيل، شهر عن سلمان وتعنيته، شهر شهر المدائن وين والمدينة وين، شهر عن سلمان وتعنيته، حسين يمك ليش ما حضرته؟ هتش يقول للشاعر، انت حلال المشاكل من تضيج وانت ما يبعد على حصانك طريج، انت حكم النار بيدك والحريج واجبل مخيم فلا طفيته. فزينب تصيح يا ابويا علينا الليل هواد وانا حرمه وغريبه ومالي بمن يا ابويا القلب يضمد، بالحسين هل عندي يمدد وبن والد العباس ما رد، خلصوا هلي الله والاحد. تصيح بعد ايش قالت؟ قالت بويا الليل شل والقاع هيمة، يا بويا هيمة وما خلوا علينا القوم خيمة، أو يتيمة قامت تلوذ بيتيمة، تريد الضرة وتصيح الظليمة الظليمة. هج زينب الصيح، الحقنا يا علي دخيلك يا علي. يقولون وإذا بسوادة أقبلت قالت لها يا سوادة سيري وشمري عنا، نحن بنات أمير المؤمنين ما بقي لنا شيء ليطمع به الطامع، إن أردت سلبنا فنحن مسلبات، وإن أردت ترويعنا فنحن مروعات، وإذا بالسواد أنا بوج علي أنا ليحاجيج، يا بل يحاجيج يا زينب للحراس جيديج. أكو رواية بالكافي عن حضور علي بن أبي طالب ليلة 11، أكو رواية بالكافي. المهم يا زينب للحراسة جيتي لي جوالي أوالي على خوك جوالي